عبد المنعم جديد، منطقة الرقة، منطقة الساعة تحديدا. هون منبيع سندويش لحمة راس ولسانات ومخاخ، وفي عنا مقادم وعنا وجبات، ومنسوي مناسف حسب الطلب. هون صايرة أكلة شعبية، هون تسمى منطقة الرقة كلال، تسمى تعد كلال، وعليها أقبال. وأنا بشتغل من المساء، من الساعة 7 المساء للوحدة بالليل، 2 بالليل. يعني هون بمنطقة الرقة بسموا هاي أكلة كلال، بسموها أكلة ملوك، يعني هاي بسموها أكلة ملوك هون بمنطقة الرقة، يعني أكلة كويسة. فيها صعوبات بطبخ البيت، فالعالم تجي لهون تستسهل الموضوع، بتأكل سندويشة وصلى الله وبارك. احنا عندنا الحلبيه هي اكله مفضله، يعني هي اكله القش عندنا مفضله هون، الله يسلم ايديهم. يعني نحن متمرون مثلا الحلبيه اللي بنحبط لنا، انا دوت مره قطع على طول، كل ما بتجي لهم بتجي لعندي باكل، والحمد لله رب العالمين، الله يلبسه العافيه، شيء طيب يعني.